يعني أنا عندما أصعد على منبر مطلوب مني أن أحمل وياي فتشحنة من الحنان أشرحها للناس، كل واحد يحمل لفت مجموعة من الحنان إجاء الإنسان الآخر. مو وظيفة المنبر أن يصعد واحد يشحن الناس بالحقد وبالبغضاء، وظيفة المنبر أن يصعد واحد كل ما عنده أربع كلمات كأنها تنور جهنم. ها هاي هي؟ لا لا، مو هذا أبدا. ما كانت وسائل الإعلام عند الإسلام يوم من الأيام وظيفتها غير وظيفة نشر الرحمة والبر والتعاون والوحدة والتآلف. فإذا سمعت أصواتا تنشر التفرقة والعداء والبغضاء فهي نبرات لإبليس، ليس إلا وليس لها من الإسلام شيء.